هذول الحلفاء أصبحوا مهددين منذ اللحظة التي تم فيها احتلال العراق وتمزيقه. هذه التهديدات هي نتائج لتلك الفترة. بعدين هنالك الآن تحاول الولايات المتحدة، لأنه تريد أن تنتقل إلى مواجهة الصين وروسيا، وهذه دول في جنوب شرق آسيا، وإذا تحشد لهذا الشيء تحاول أن تهدئ الأمور في الحرب باليمن، الحرب في ليبيا، في سوريا، ده تحاول يعني بطريقة من الطرق على أن تهدئها، مو تحلها، لا تهدئها حتى تنسحب وتترك المنطقة إلى مصيرها المجهول.